عملوا بيان جماعي. البيان الجماعي ده هقول لحضراتكم مين اللي مضى عليه في الآخر، ولكن البيان الجماعي ده كان موجه للمجلس القومي للمرأة، موجه للمجلس القومي للأمومة والطفولة، موجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي. العديد من الهيئات المختصة بقضية زي قضية الطفل شنودة، واتكلموا فيه أو يعني كان موجود في هذا البيان أن انطلاقا من الحقوق الدستورية التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تعلي المصلحة الفضلى للطفل، نناشدكم التدخل وإعادة تقييم حالة الطفل شنودة فاروق بولس الذي أودعته وزارة التضامن الاجتماعي في دار رعاية بعد 4 سنوات من وجوده مع الأسرة التي احتضنته. طبعا بيان مهم جدا، ولما نيجي نبص للبيان مين الناس اللي كانت يعني صدقت عليه او مضت عليه، هنلاقي بقى ان مؤسسه زي مؤسسه قضايا المراه المصريه، مؤسسه المراه الجديده، مؤسسه وسائل الاتصال من اجل التنميه، مركز النديم، مؤسسه القاهره للتنميه والقانون، الجمعيه المصريه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، مركز المراه للارشاد والتوعيه القانونيه، مبادره سوبر وومن، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، والجبهه الوطنيه لنساء مصر. 11 جهه بيوجهوا بيان علشان يكون الطفل شنودة بيرجع تاني لأبوه وأمه اللي احتضنوه بالفعل 4 سنوات. النهاردة صراحة هنتابع معاكم القضية دي وصل لغاية فين، وهنتابع معاكم برضو من ناحية الأهل الطفل شنودة برضو عملوا إيه، ولكن اكتبوا لنا برضو كده في التعليقات الموجودة على صفحة سي تي في دلوقتي، وقولوا لنا من وجهة نظركم يعني شايفين إيه اللي احنا ممكن نكون بنعمله علشان نحل قضية الطفل شنودة. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نستناها من حضراتكم النهاردة. شاركونا بتعليقاتكم وأراءكم في الحلول المقترحة عشان ننهي هذا الصراع. من جانب تاني برضو قبل يعني ما نكمل في هذه القضية، المحامي نجيب جبرائيل اتقدم بتظلم للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة علشان يفتح التحقيق في قضية الطفل شنودة، وقال كده ان هو برضو تقدم الى محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة التضامن بإيداع طفل شنودة نتيجة وجود أدلة بتؤكد ان هو كان موجود في احد الكنائس، او ان الموضوع يعني ان هم استلموا الطفل شنودة في كنيسة بالفعل. عشان نعرف اكتر على التفاصيل دي وعشان نعرف يعني احنا وصلنا لغاية فين في القضية دي، بينضم الينا دلوقتي عبر الهاتف المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان والمحامي بالنقد. مستشار نجيب بنرحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم، وصراحه يعني قضيه بتهمنا بشكل كبير جدا، ناس كتير جدا مهتمين بيها، ناس كتير ابتدت تتكلم عنها وناس بتتكلم بشكل ايجابي جدا، يعني عمرنا او بقالنا فتره كبيره حتى ما شفناش ناس بتهاجم الفكره، الناس كلها مستنيه ان شنودة يرجع، فعايزين برضو نطمن من حضرتك كده ونعرف اخبار القضيه دي ماشيه لغايه فين دلوقتي. اولا في المقام الاول هي قضيه انسانيه وقضيه قانونيه في ذات الوقت يعني. بالظبط. الحقيقه انا بشكر الناس والمؤمنين والمثقفين والمفكرين بصرف النظر عن الاديان يعني. الحقيقه احنا الست شنودة نزل من الناس اللي تبنوه الاستاذ فاروق ومدام امان، اودع احدى دار الرعايه في التابع للتضامن الاجتماعي في مانز المصري. تمام يا فندم مع حضرتك. وحضرتك وبعد كده هو حق لان وجد داخل حمام في احدى كنائس التابعه لمنطقه الزاويه الحمراء، حتى ال4 سنين اللي وجد فيها الطفل الشنودة مع المتبنيين يعني لم يثبت حتى هذه اللحظه عكس ما تم العثور عليه، بمعنى ان ما فيش حد تقدم باثبات او بدليل ان الطفل عثر عليه خارج الكنيسه على الاطلاق، وانما هي احدى قريباته اقوال مرسله لا سند لها من الاوراق. طيب يعني على اي اساس قالوا ان الفطره تقتضي ان الطفل يكون مسلم بالضروره؟ طبعا انا بحثت في الفقه الاسلامي ومع اساتذه من كبار علماء الازهر في طوال هذا الاسبوع، وقالوا لا الفطره تعني الفطره الانسانيه وليس الفطره اللي هي الدين الاسلامي. طب سياده المستشار معنى الكلام ده كده ان مفيش حاجه تقول ان الطفل اللي هو تمام اللي هو تبع اي ديانه ما يتبعش اي ديانه خالص. تمام يا استاذ مايكل، في المذاهب الاربعه المذهب الحنفي وابو حنيفه والمذهب الحنبلي والمالكي والشافعي كلهم اجمعوا على ان تعني الفطره هي الفطره الانسانيه، الا اذا وجد الطفل في مكان اسلامي فيتعين ان ينسب للدين الاسلامي. طب ماذا تعني الفطره الانسانيه؟ يعني ايه الفطره الانسانيه اللي بتربى عليها الولد؟ الفطره الانسانيه اللي هي القانون قال او الفقه الاسلامي، انا على فكره انا جبت فقه ثاني، الفقه الاسلامي بيقول يعني لا تعني الدوله الاسلاميه
وإنما تعني المكان المكان السكاني بفقه إسلامي. وده ممكن أي حد سمعني يرجع للمذاهب الأربعة، ترجع المكان السكاني، يعني إذا وجد الطفل في مكان سكاني مسيحي يعتبر الطفل مسيحي، إذا وجد في مكان مسلم يعتبر في مكان مسلم. وده الحقيقة بأساس الأصل، عشان أنا بقول الكلام من عندي. تمام. فعلينا المهم إن إحنا الحقيقة سلكنا طريق القضاء، وقلنا إن المادة الثالثة من الدستور تعطي لغير المسلمين ان يحتكموا لشرائعهم ومنها التبني. وعايز اقول برضه وقت المشاهد حاجه مهمه جدا، احنا عندنا ماده 110، الماده 110 من ناحيه 38 بتقول التبني جائز للرجل والمراه متزوجين او غير متزوجين بشروط، ان يكون تجاوز 40 سنه، وان ما يكونش عنده اولاد شرعيين، وان يكون حسن السمعه، وان يجوز للتبني لاكثر من ليس اكثر من طفل، وان ليها اجراءات معينه. اذا القانون الماده موجوده في القانون عندنا، الماده 110 ناصعه وساطعه بتقول ان يجوز التبني في المسيحيين. واذا اعمال لهذه الماده وبالبناء على الماده الثانيه الثالثه من الدستور بتعطي حق المسيحيين الاحتكام الى شرائعهم، شرائعهم بتطبق علينا دلوقتي لائحه 38، ولم تلقى هذه الماده حتى الان. اذا قرار وزاره التضامن الاجتماعي بايداعه احدى دور الرعايه وتغيير اسمه وديانته، هذا قرار خاطئ ومخالف للقانون ومخالف للدستور. انا بتكلم كلام قانون، وبناء عليه رفعت دعوى قدام القضاء الاداري ضد وزاره التضامن الاجتماعي بصفته طبعا، وطلبت في الغاء القرار السلبي والزام التضامن بتسليم الطفل الشنودة الى الناس اللي تبنوه، وايضا الوقف تغيير ديانته الى الاسلام، وايضا وقف تغيير اسمه والعوده الى اسمه وديانته الصحيحه. وايضا تقدمت ايضا الى معالي المستشار المحامي العام، والحقيقه انا بشكر المحامي العام اللي هو قبل حتى ما قتل، هو طلب المحضر كان اتحضر من فتره طويله. تمام. وطلبوا امان الزياره الان المحضر والتحقيقات، وايضا ارجع ليه في هذا الشان. انا عاوز اعلن حضرتك ومشاهدينا الكرام ان تقدم ناس مسلمين جيران الاستاذ فاروق والسيده امان بيقولوا ان احنا شفنا لما شافوا على السوشيال ميديا هذا الموضوع، تقدموا متبرعين ومسؤولين عن احنا، قالوا ان احنا شفنا شنوده الطفل شنوده وابوه وامه خارجين من الكنيسه وهم حاملين هو صغير. اذا في شهود عيان، يعني في شهود يقولوا ان الطفل وجد بداخل الكنيسه بالظبط، ويبقى لنا ان نجلب اقفالنا هذا الموضوع. لكن الحقيقه يعني النزعه يعني مزعات، يعني الحقيقه انا مش عارف اقول مزعات من ايه، ده يصير احتقان في مصر. احنا تقدم هو استراتيجيه وطن حقوق الانسان والسيد الرئيس بكل ما يملك ترسي قواعد عدم التمييز وقواعد المواطنه، يعني ليه يحرم الطفل المسيحي او الاب او الشخص المسيحي من قانون يخول له؟ صحيح نتبني في الاسلام، لكن هنا الطفل مسيحي والرجل والمراه مسيحيين، ليه يحضر علينا؟ ليه؟ مش يعني 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 لماذا تطبق علينا قواعد والدستور ينص على ان هناك ماده ثالثه تعطينا الحق نحتكم الى شرائعنا، وان هناك ماده 110؟ انا اتحدى اذا كان هناك قانون لغى هذه الماده، انا اتحدى اذا كان القانون لغى الماده 110 خاصه بالتبني، لو قلت لك اوكي مش مشاكل في التبني، لكن الماده دي لم تلغى حتى لماذا لم تفعل؟ طيب سيادة المستشار، يعني احنا يعني على كلام حضرتك كده يبقى هو مفيش حاجة يثبت عليها كل اللي حصل ده، ويمكن أكتر حاجة بتهمنا بشكل كبير هو حالة الطفل دلوقتي، الطفل اتاخد من أبوه وأمه بعد كل هذه التربية وهو قاعد في البيت رعاية يعني، فعايزين نعرف طيب حالة الطفل عاملة إزاي، أو يعني لو احنا عايزين نوصل للطفل نعمل إيه؟ للأسف الشديد للأسف الشديد إن أنا اللي جوزها قالوا لي وبكوا بكاء مرا، راحوا من فترة عشان يزوروا في جمعية الأرمان اللي في الهرم اللي منتهى فيه الطفل، وخدوا كمان الناس يعني اصحابه مسلمين يعني اصحاب مسلمين يعني، وراحوا للاسف الموظفه كذبت وقالت الطفل شنوده في رحله، وبعدين هم داخلين سقف الشرطه طرد اطفال بينتهوا الشرطه، الواد صرخ من الشرطه وعرف امه وحاجات زي كده. فيعني الحقيقه انا بناشد وزير التضامن الاجتماعي السيده الفاضله الدكتوره وزير التضامن الاجتماعي، هي ام في المقام الاول قبل اي حاجه ثانيه، ان الطفل كيف يحرم الطفل في دور رعاية وناس اربع سنين من الحنان ومن العاطفه ومن الامومه وكله، ونفاجئ الطفل بعزله في مكان اخر، سيما وان في الاربع ده انا عايز اكد عليه لك المشاهد ان اربع سنين لم يكن احد ويقول ان الموضوع الطفل هناك حته ثانيه بعيد، ومشكله مشكله
خلافات العائليه مش من كده نهائي. لكن انا عايز اقول ايه اللي قال احنا يعني زي ما اخوات المسلمين بيحتكموا بالقانون وبيتمتعوا بالقانون، احنا لازم نتمتع بالقانون برضه. صحيح. أنا الصراحة يا أستاذ يا سيادة المستشار في النقطة دي بالذات يعني، وعلى كلام العديد يعني من المشاهدين اللي بيعلقوا دلوقتي على صفحتنا عبر البث المباشر، في ناس كاتبة أو بتقول يعني طب هل موضوع شنودة ده ممكن يكون بيخلي فيه تعديل لقوانين معينة ليها علاقة بالتبني، أو ممكن يكون بيثير النظر هنا في موضوع التبني؟ أنا عملت مشروع قانون 13 مادة التبني في المسيحيين، وعملت عقاب شديد على عقوبة شديدة على إن إذا ظهر إن المتبني مسلم يعاقب بثلاث سنين سجن وغرامه. معايا سماكن؟ مع حضرتك، اتفضل يا فندم. وبعثته لجنه النواب لاصدقائنا بعض النواب، يا ريت ان يكون في قانون. وبعدين الحقيقه كان يتعين على القائمين بصياغه صلاح وشخصيه غير مسلمين ان يوزعوا هذه الماده ضمن القانون، لكن للاسف مش موجوده. لكن موجوده في لائحه 38، لكن القانون دي مش موجود فيه. فانا الحقيقه اطالب يعني الكنيسه والناس اللي هم بيخصوا الماده دي ان هم يضيفوا هذه الماده منعا للاحتقان ومنعا للمشاكل اللي بتحصل كل شويه. اكيد طبعا يعني بنتمنى ان الطفل شنودة يرجع في اقرب وقت، لان كل الكلام ده اكيد بيأثر فيه. وبرده يعني الموضوع فعلا من المواضيع اللي لمستنا انسانيه بشكل كبير جدا. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا مستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان والمحامي بالنقد.